12 بدي افتح شوي من هناك. لا لسه صورش سيشن 12.1 اللي هي بدنا نبلش هلا في داتا انتجريشن. مشكله الانتجريشن، مشكله توافقيه الداتا، مشكله تبادل الداتا، مشكله. خلينا نشوف شو المشكله اول شيء قبل ما نحط سوليوشنز. يعني اللي حنسويه اليوم حندخل نعرف في هاي السيشن هلا انتجريشن، السيشن اللي بعدها حناخذ سوليوشنز كثيره بشكل عام، بعدين حندخل في 3-4 سوليوشنز يعني كيف نساوي. وهذا طبعا هاي الاشياء خلينا نقول عشان بس اذكركم انه مشكله الداتا انتجريشن في بدايه التوتوريال هذا حكينا انها بتمثل حوالي 37% بتذكر او اكثر شوي اقل شوي من الفلوس اللي بتصرفها الشركات. الشركات عالميا قديش تصرف على انها يعني تدخل التكنولوجيا في عملها. ها هلا شو انواع التكنولوجيا اللي بدخلها؟ ف 37% بتذكر كان بيصرفوا الشركات عالميا بس يحلوا مشاكل الداتا انتجريشن، وهي اكثر شغله عاده مهمه خاصه من 10-15 سنه لكل الشركات. وهي يعني في مجال الابحاث بجوز من 95 وفوق كثير جدا كان في هجمة على الباحثين طبعا على حل المشاكل. هاي المشاكل اللي تطلع في الداتا انتجريشن ما في حلول سحرية يعني انه خلاص، بس في بدي اسميها انا سوليوشنز، مش اكثر منها انه عندي برنامج بيعمل سحر وبيعمل لك انتجريشن. طيب خلينا نشوف المشكلة. اول شيء شيء هي انه في عنا هون راني لو تمسك لي لاني انا مش مضطر اضل واقف هون. في عنا لو شفنا عنا وزارة الاتصالات، وزارة الاعلام، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، وغرفة تجارية. عنا عدة وزارات. هلا احنا شو في عنا هنا؟ في عنا سيرفيس في الحكومة بدنا نسويها، اللي هي بدنا نرخص ايش؟ نرخص راديو. انت بدك شو تساوي؟ بدك يصير عندك راديو، محطه راديو، بدك ترخصها. شو بلزمك تساوي؟ بلزمك تروح على اول شيء على وزاره الاقتصاد ترخص، اول شيء تجيب اعفاء براءة ذمه ماليه من وزاره الماليه، وتروح على وزاره الاقتصاد وترخص كشركه، بعدين تروح ترخص خلينا نقول الترددات وزارة الاتصالات، وترخص المحتوى اللي بدك تبثه من وزارة الإعلام، وبدك على الغرفة التجارية انك انت صرت شركة، وبدك تضلك ايش؟ بدك تتعامل مع اكثر من جهة حكومية لما بدك تعمل هاي السيرفيس. طيب انت كنت مرخص الشركة تبعتك في رام الله، وقررت انه تنقل الشركه تبعتك وين، او تغير العنوان تبعها على الخليل. شو بالضبط لازم تساوي؟ بدك تنقل الترخيص يعني كمان مره. بدنا عندنا محطه راديو بدنا نفتحها جديد، بلزمنا نتعامل مع 5-6-7 وزارات حتى نسجلها، مره كشركه، مره نرخص ترددات، مره. وكل مره بكينا اول ما تروح نسجلنا شو بكينا نساوي؟ قلنا وين انتو الادرس تبعكم؟ نقول لهم احنا في شارع الارسال برام الله كذا كذا كذا. هلا قررنا ننتقل على الخليل، شو بدي اساوي؟ طب اذا ما غيرتوش شو بصير؟ بدي انا عمليا بلزمني اروح على كل مطرح لزمني سجلت فيه، بدي اروح اغير عنوان، صح ولا لا؟ طيب هاي عندنا مثال على لا 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 يعني عمليه تغيير عنوانك، عمليه
انا بحكيش عن الترددات. انت كشخص، طب خذ مثال ثاني، انت كشخص نقلت عنوانك بالنابلس على رام الله، اوكي نو نو نو، حتى هاي بقول لك مثال اخر. انت كشخص، انت وين مسجل بالنسبه لبلديه نابلس؟ نابلس. وين مسجل لوزاره حكم محلي؟ وين مسجل لوزاره الماليه؟ نابلس. طيب نكلت انت عرام الله، هيك عيشتك، غيرت هويتك ونكلت عرام الله، وين وزاره الماليه بتصير تراسلك؟ نابلس. تروح تقول لهم اوه عم انا نكلت، بتغير عنوانك عندهم. وزاره الداخليه بدك تروح تغير عندهم، ترى شو يعني؟ كل واحد سجل اسمك بدك تروح تغير عنوانك. احنا كاشخاص بجوز ما فيش سيرفيس هل عندنا، بس كشركات لازم اروح اغير الثاني صح؟ وكبنوك لازم لازم يظلوا محتفظين بالادرس الحقيقي تبعك، واضح؟ طيب هلا بدي اورجيكم، ندخل بس شويه نشوف وين المشكله. وين المشكلة؟ تخيل عندنا ثلاث ايجنسيز، ثلاث وزارات مثلا. ها وهي هون انا شو مسجل؟ طلعوا كيف هاي ايجنسي اي شو مسجل لها انت في اي دي. الاي دي هاي R25631. نيم شو مسمينه هون؟ نيم. شو اسمه؟ راديو الامل. التايب راديو ستيشن. هاي بتوقع قول من مثلا من وزاره وزاره الماليه، هيك وزاره الماليه مسجل. اللوكيشن، لوكيشن رام الله. وزاره الاقتصاد مثلا جدلا شو بتقول؟ شي هاي بي اي دي صح، يعني بزنس اي دي قصدهم. وشو مسجلين؟ LM1847 البيزنس نيم، مش نيم، البيزنس نيم الامل برودكاست. هون شو؟ راديو الامل. اذا طلع الاختلاف هون وهون وهون وهون. طيب حسب شو بحتاج الاسم هلا هون بكين حاطين شو؟ الطيب تبع، الطيب تبع شو؟ تبع المؤسسه. هون الطيب تبع شو؟ تبع الاكتيفيتي تبعها شو؟ راديو برودكاستنج. ومش كمان مش راديو ستيشن على فكره. هاي وهاي بجوز هاي وهاي المعنى تبعهم يكون قريب، بس هاي التايب تبعتها معنى التايب هون بيختلف عن طيب. هون لوكيشن لا سيتي، شو هو؟ رام الله ام البيره. طلع كيف كاتبين البيره كمان. هلا في وزاره ثالثه شو حاطين؟ حاطين اي دي ثاني، هون بيختلف، حاطين كومباني نيم وبرودكاست الامل، وحاطين الكومباني نيم. لاحظ كومباني تايب، هاي التايب وهاي اكتيفيتي تايب وهاي كومباني تايب، معناهم بيختلف عن بعض. فهان محطوط برودكاستنج ستيشن. واللوكيشن، لوكيشن طلع تمام البيرة. بيحكوا عن نفس المؤسسة 100%. هلا هاي بالنسبة لوزارة الاقتصاد، هذا بسموه السجل، بعرفش الرقم التجاري إذا بدك تسميه، مشتغل مرخص. بس بالنسبة مثلا لوزارة الاتصالات، هذا عندهم رقم عادي اللي هم رقم متسلسل. كل شركة تيجي بترخص، هم بسموها دائرة الترخيص، بس هم عمليا بيرخصوا الشركات، هم بيرخصوا ترددات. يعني كمان هاي رقم رخصة، مش الشركة، رقم رخصة التردد. إذا نفس الشركة عملت صارت تبث تلفزيون مش بس راديو، باخذ رقم ثاني. شايفين شو مشكلة الداتا انتجريشن؟ هلا كيف احنا يعني حتى لو جينا كلنا لهاي الوزارات انه يا عمي لما واحد بغير عنوانه غيروا فيهن كلهن، ويلا طلع
شايفين المشكلة؟ طيب هذا حكينا عنه هون. نو اجريد ابون نيمينج نيم بزنس نيم كومباني نيم. نو اجريد ابون مينينج داز اكتيفيتي تايب مينز اكزاكتلي سيم از كومباني تايب ديفرنت ريجستر داتا. شو اسمه هون؟ راديو الامل، الامل برودكاستنج اند سو اون. ها او سوري انا على فكره فكرت حالي شارح هذا السلايد، هذا اللي كنت احكي عنه قبل شوي. شايفين هاي؟ هاي الإحصائية مين عملها؟ أني ماجازين اسمها CIO ماجازين سيرفي في 2002 طلعت هاي في 2002. طلعوا شو؟ الشركات كلنا في بداية الجلسة هاي الشركات كديش بتصرف كديش بتصرف على يعني هاي مقارنات انه الشركة عندك شركة الاتصالات مثلا شركة وطنية شركة باديكو كديش بيصرفوا على الاي تي داخل مؤسستهم. وجينا في احصائية يا مصطفى احصائية بس لا نشوف كديش الشركات هاي بتصرف مثلا هون integrated systems and processes implementing new technologies stuff retention. طيب المهم خلاص هاي lowering cost aligning IT and business goals knowledge management knowledge IT globally وهلم مجرة managing IT globally. هلا هذول هاي الاكتيفيتيز يعني هاي معناها شو؟ انه كديش spending priority يعني spending اللي بيصير من الشركات على الاي تي سوليوشنز اكثر اكتيفيتي كديش شو هي اللي هي المشكلات الداتا انتجريشن والسيستم والبروسيس يعني هاي هي الانتجريشن لا هاي مش فلسطين هاي مجله عالميه صحيح هي برضو واو خلينا اعطيكم على فكره بس اذا في امكانيه انتم هنا تروحوا تقعدوا غاد بصراحه لانه طلع اعطيكم فكره عن اللي بدي اقوله مش إشي رسمي مش إشي يعني وراء ابحاث ولا إشي بس عندي انا شخصيا انطباع اللي بيصير يا شباب انو وين مركز التكنولوجيا الابداع في التكنولوجيا في العالم سيلكون فالي والله على الاقل رمزيا سيلكون فالي اكثر شيء مزبوط طيب السيلكون فالي اليوم طلع بفكره اخترع شيء عمل له ديفلوبينج لشيء قديش بده تايوصل ل نسال ثلاث اسئله قديش بده تايوصل ل تكساس بعدين قديش بده تايوصل لبروكسل بعدين قديش بده تايوصل لرام الله ثلاث محطات تكساس بروكسل رام الله وليش كل تكساس يعني قديش هذا السوليوشن بده من يوم ما يخترع تاينتشر في امريكا تايصير طبعا مش النخبي بحكيش انه في 20,000 واحد برام الله سوري يصير بوبيولر يعني مش كل الشعب بيعرفه بس متداول يعني بجوز واحد من رام الله يسبق كل اهل امريكا بالمعرفه عنه بس هذا واحد في رام الله ما نحكيش عن هاي كديش بده تقدره يعني زمان كانت سنين اليوم يعني مثلا طلع سمارت فون كديش سمارت فون كعاد من السيلكون فالي تنتشر في انتشر مش اشتروا النخبة انتشر في امريكا انا كلكم شخصيا بده سنتين كل شيء ولا شو بده لتكساس يعني مش كل التكنولوجيا زي بعض سنه سنتين كده بده توصل لبروكسل تا اهل بروكسل العاديين ك
كمان يصيروا يستعملوه. يا مصطفى شو رأيك؟ يعني بكينا نحكي اي ليرنينج. وين تتوصلت تكساس؟ وين تتوصلت بروكسل؟ وين تتوصلت رام الله؟ بكينا نحكي اللي هي مثلا الجي اي اس نافيجيشن. وين توصلت؟ وين صارت في سيليكون فالي؟ بعدين وين انتقلت؟ كذلك عدت انتقلت لتكساس، بعدين لبروكسل، بعدين لرام الله. انا بقول لكم باختصار، يعني انا كثير شفت يعني ثلاث اربع شغلات قعدوا عن جد مرات سنتين تنتشروا بامريكا، اخذت اخرى سنه او سنتين تنتشرت في بروكسل، واخذت اخرى سنه سنتين تنتشرت عندنا. يعني مشاكل الداتا انتجريشن بجوز تصارت سوليوشنز بالسيليكون فالي، وتا شركات امريكا صارت تستعمل هاي السوليوشنز. بعد فترة تأثروا في أوروبا، يعني بقول بروكسل هنا بس كأوروبا، يعني تنتشرت بأوروبا. بعدين هلا صرنا نسمع عنها الأنتولوجي. وين تأثرت؟ فهمتوا علي؟ طب السؤال مش هذا النقطة اللي بدي أوصل لها. وين أنو اللي بسبك السيليكون فالي؟ وأنو اللي بسبك الديفنس؟ وأنو اللي بسبك الديفنس؟ بالريسيرش. يعني اقول لكم اياها بصراحه، يعني السيليكون فالي الار دي اف مثلا او السيماتيك ويب تكنولوجيز، هاي بلش الكلام بها من سنه 2000 لل 2007 تاع السيليكون فالي. انتبه 2006 يكون يعني انو اللي كان سابق، انو اللي كان سابق الريسيرش. بسبق مرات 6-7-10 سنين سيليكون فالي. يا دكتور لما جينا مره اي شيء الدور كيف تبع تطلع ريسيرش صار بيك بنزل فتره بعدين برجع بطلع كومرس، بعدين بطلع هيك اللايف ستايل في سياسات كثير. لا مرات بكونوا مش شايفين كمان، مش شايفين يعني يعني السيمانتيك ويب تكنولوجيز طلعت هبلة الدنيا بالريسيرشرز. بس يعني انا الريسيرشرز نفسهم انا ايش اشتغلوا بالسيمانتيك بشوفوها عبحكي انا بروفيسورز واب تو ديت 100% كمان مش مؤمنين بكل الكلام هذا. لما كنا نشتغل احنا في بروكسل وكنا نقول بنعرف يعني كيف الدكاتره اللي في نفس الدائره شو تشتغلوا انتولوجي كلهم يصيروا يضحكوا. هذا ب 99 و98 فيش بجوز بكى 40-50 باحث بس اللي بيعرف عن الموضوع، اللي الموضوع صار ينحكى بينهم. بعدين هلا صار الكل صرنا ندرس انتولوجي برام الله. هلا بس كديش اخذت سنة. هلا بس انا بدي اقوله انه هذا الكلام بس بدي اقدمكم لشغلة، هذا الكلام بالابحاث بلش بجوز 94-95-96 بلس ماينس سنتين طبعا. يعني بلشوا الباحثين يشتغلوا جد، طبعا بيكون قبلها بجوز يمكن من السبعينات واحد او اثنين حكي على الموضوع، بس صار جيش من الريسيرشرز يشتغل عليهم بدايه بجوز 95. والهجمه كانت اكبر بجوز بال 2002-2003. وهلا تقدر تقول معظم اللي بيشتغلوا الا ما يمكن في شغلهم داتا انتجريشن، يعني اي ريسيرشر صار بيعرف شو يعني داتا انتجريشن. فبس بدي اشركم الشغله انه ممكن تسال حالك سؤال، هو عندنا هون ببلدنا في هاي الاشياء بتلزم اصلا؟ يعني بس بدي اقول لك يعني خليك من اول الناس اللي بيعرفوا انه جاي طبعا موجوده في شغلات بسيطه موجوده بس حتيجي اكثر. في اشياء بسيطه طبعا لا هلا 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 شوف هلا برضو الوزارات، هلا الغرف التجاريه مع الوزارات، هلا البلديات مع الوزارات، هلا البنوك مع بعض، هلا صار في طيب problem is now even more challenging with the web. هي اصلا المشكله اكبر مش
اكسشينج بين الداتا بيسز. بس هي المشكلة الأكبر وين موجودة؟ الويب، لأنه كل واحد بحط على الويب سايت تبعه اللي بحلاله. وهذا يعني احنا في عنا بس سينما واحد في رام الله، بس يعني افترض انه عادة المدن فيها كذا سينما. بس كثير بضرب مثال، انا كنت انه انا بدي احضر فيلم، اني السينما بتعرض الفيلم الفلاني بكرة الساعة 8 او بعد الساعة 10 مثلا هيك. اسأل سؤال بسيط، هل جوجل بيقدر يجاوبني؟ انو ارخص محل في رام الله ببيع ما مثلا تشارجر او شو اسمه ايباد؟ انتوا بتقدروا تعرفوا؟ انو ما فيش حد بيقدر يجاوبكم. هلا هاي الاجوبه، طب سيرش انجنز معناته احنا مرات ما جبنا سيرش انجنز، بس انتوا مش عارفين ان سيرش انجنز هلا نازله نزول، لانه على فكره ومرات بدون حلول، لانه بسيرش يعني بطل في يعني سيرش انجنز مش قادر تفهم على الموجود على الويب، اللي they reach their limits، وصلوا اقصى شيء بيقدروا يسووه. ما بنقدر نضيف شيء على السيرش انجنز اللي تقدر تجاوبنا اجوبه اللي احنا بدنا اياها. ملاحظين؟ فهي مشكله داتا انتجريشن برضه. فحنحكي في اخر الماده اليوم انه في كثير داتا بيسز قاعده مربوطه في بعض. عملتوا انتوا الجلسه الماضيه كويريز سباركل كويريز على الويكيبيديا، في ناس عجبهم قال اوه هلا انا بقدر مش اروح اعمل براوز على الويكيبيديا، بعمل كويري واقول لك بستعملها داخل برنامج ابكي انا عامله، صح؟ انا بدي اقول لك شغله، ويكيبيديا برمي دواري من هذول الدواوير. في اشي زي الويكيبيديا عادين هذول، هاي برضو هاي السلايد انعمل بجوز عمره 3 سنين، هاي الرسم يعني هلا اضرب ضرب بجوز 50 صار حجمها. شايفين كل واحد من هذول فيها برضو عشرات او مئات الملايين من الداتا من التريبلز مربوط. اللينك بين هاي وهاي شو هو؟ انه كل الانتيتيز الموجودة هون وكمان موجودة هون نفسها موجود عنها same as. تعرفوا same as بالاول؟ معمول same as. يعني تخيل امازون موجود برضو بالمناسبة، امازون مش عنده ايش عن ادوارد سعيد وش عنده عن الكتاب الفلاني وايش عنده عن المؤلفين وعن الكتب، مش هذول برضو عنهم ارتكلز في الويكيبيديا؟ في لينك في الدي بي بي دي، احنا دي بي بي دي عن الويكيبيديا يعني الار دي اف فيرجن من الويكيبيديا. دي بي بي دي عاملين مع امازون سيم از، يعني اذا بتحط اليو ار اي تبع امازون ولا تبع الويكيبيديا از ذا سيم، لانه مخزن عنهم. انه اذا كان نحكي عن ادوارد سعيد هون مؤلف، بس هون عندنا ارتكل عن حياته بنحكي عن نفس الشخص. او اذا في ارتكل في الويكيبيديا عن كتاب اللينك تبعها كمان مربوط مع الامازون. اعد، مش بس امازون ويكيبيديا، داتا بيسز كثير جدا. هاي حتتخفف من مشكلة اللي هي الانتجريشن على الانترنت. هيتروجينيوس داتا بيس سكيمز، وان كان ديستينجويش بتوين سيفرال هيتروجينيتيز بتوين ديفرنت سكيمز. شو طبيعة المشاكل؟ هان بدي الخص لكم شو طبيعة المشاكل اللي بتصير، الاختلافات بين الداتابيسز عادة. قلنا في نيمينج هيتروجينيتي نيمز، في عندنا ديفرنس ان يوزد فوكابيولري، الفوكابيولري المستعمله التسميات يعني معناها. وفي عندنا مش بس نيمينج مينينج، هناك اسمها تايب وهون اسمها تايب، وهناك سالري وهون سالري، بس كل واحدة تعني إشي. وفي عنا داتا ستراكتشر بيختلف،
وفي ممكن يختلف، وفي عندنا كمان اللي بنسميها البيزنس رولز والكونسترينز. بمعنى تخيل انت وديت كويري على وزارة الداخلية، حطيت سيريال نمبر تبع الهوية، شو هو؟ سيريال نمبر تبع الهوية، رجع لك ثلاث هويات، انت شو بتقول؟ شو ها؟ في شي غلط، وين اتصل؟ شو هذول بخبصوا تعين الداخلية؟ هذول بتصير تسب، يقول لك وقف شوي، لا مزبوط، قولوا نعم، يقول لك مزبوط، سيريال نمبر بتكرر. إذا هاي وين المشكلة؟ بالبزنس رولز، اختلاف البزنس رولز. أنت في رأسك بزنس رولز، والمؤسسة الثانية في وراها بزنس رولز، ومدرات بكونوش واضحة. وديت مثلا أنت، مثلا نفترض أنه وزارة تقول اسم الرباعي والبيرث ديت واسم الان لكل الناس نفسه، ايه سوري مش نفسه، ها الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد واسم الام، الأربعة هذول بتكرروش. هيك قررت وكالة وفاء انه هذول بتكرروش. هاي مش بزنس رول. وزارة ثانية عندنا من هاي الحالات، لا على العكس بتكرروا كثير كمان. ففي اختلاف البزنس رولز. واحد بيحسب السلري مش بس قبل وبعد، لا بجوز حسابات ضريبين، الارقام نفسها، المعادلات نفسها بتختلف. كل واحد هاي بالرولز. وفي منقول الداتا موديل هيتروجينيتي، انه حدا مخزن بودي الداتا تري موديل ولا ريليشنال موديل ولا جراف موديل ولا الى اخره. هاي مثال على النيمينج والمينينج، ها السينونيمز اللي هي مثلا عندنا امبلوي وكليرك، اكزام وكورس، كود ونم. هاي في عندنا الهونونيمز. هونونيمز يعني سيتي وسيتي، بس هاي السيتي معناها شو معناها أنا محمد؟ سيتي اوف بيرث. وهون سيتي اوف ريزيدنت. هون سالري شو معناته؟ وهون جروس سالري. وهلو مجر، ها في الداتا، في الداتا ستراكشر واحد بيودي لك الادرس غير عن ما يعني ستراكشر تبع الداتا، مش معناها ولا اسماءها ولا 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 ستراكشر تاع الداتا بيكون يختلف. حكينا عن كل هالاشياء. هذا مثال، مثال على الستركتر. يعني ها شو مخزن؟ بيرسون ما سب تايب له، مان وومن، مزبوط. وهون عندنا بيرسون له جندر. طيب هون امبلوي مع ديبارتمنت على بروجكت، امبلوي بيشتغل على بروجكت. هون يعني هاي مع هاي، قصدي هاي مع هاي، هاي مع هاي، يعني هاي طلعوا. هون بدل ما نخزن تو سب كلاسز خزننا ايش؟ الجندر. هون بدل ما نخزن امبلوي، سوري هون خزننا امبلوي بيشتغل على مشروع، وهون امبلوي موجود في ديبارتمنت والديبارتمنت هذا مسؤول عن المشروع. هون بوك لببلشر، وهون هاي اعتبرناها كلاس وبينهم ريليشن، هون اعتبرناها اتريبيوت. وهلما جرى يعني بصراحه واضحه الفكره، ولا اعطي امثله اكثر. هذا مثلا بزنس رولز، ها امبلوي الكاردناليتي تختلف، ها في البزنس رولز. وبس بديش اكمل كثير لانه هاي موديل، هاي داتابيس، هاي ار دي اف، حكيناهم كلهم. في اي سؤال لحد الان؟ حكينا عن هيك كويك، هذا يعني تعريف مشاكل بس حسسكم، هي مش اعرف كل مشاكل جايين للتفصيلات، بس هاي ايش حس شو مشاكل الداتا انتجريشن اللي بتصير. ها هلا بقى السيشن اللي بعدها بدنا ناخذ اركيتكتشرال سوليوشنز. في عنده حدا سؤال؟ بس انا تفضل. هلا شو موجود عندنا مثلا مدير المال بيعملوا بينهم بين
اكسبيرمنت على ديسكات وضع على ديسكات قديمة وعلى الاكسل على يعني انه يعني حتى يعني شكرا لهي النقطة يعني ما يعني حتى قصدنا نقول هون انه المشاكل مش بس على مستوى الداتا مرات حتى حدا بيخزن على دي في ديز حدا بيخزن على بعد على تيب حدا لا لسه كمان في الدورة الماضية حدا حكى لي لحظة شوي اهم مشكلة عندنا احنا بالرواتب وزارة المالية اللي هي الفورمات تاع الداتا الداتا تايب الداتا تايب لسه يعني زي مثلا بيقولوا لي الرواتب اشي بيجي مقرب وإشي بيجي مش مقرب وهاي بتعمل لنا يومين شغل كل مره قبل ما ندفع الرواتب هاي هاي معناته من الاشياء اللي بتكلف المؤسسات فلوس عشان بس رجعوا وزاره الماليه قالوا احنا هيك احنا يا عمي بنعمل هاي مشكله داتا هاي فلوس بتنصرف على الداتا انتجريشن ما بنقدر في اي سؤال اخر طيب خلينا ناخذ بريك قصير ونكمل 12.2 هلا ايش حنحكي السيشن اللي قبلها انا ايش كان عن المشاكل طبيعه المشاكل اللي بتصير في الداتا انتجريشن هلا بدنا ناخذ سوليوشنز بس ناخذها من ادي توب ليفل يعني انا بدون الديتيلز الكثيره جدا فيه. طيب في عندنا نوعين خلينا نقول حاولنا نصنف هذول سوليوشنز لعائلتين قديش عائله نصنفهم عائلتين اول عائله بنسميها الابلكيشن دريفن انتجريشن والعائله الثانيه بنسميها داتا دريفن انتجريشن شو يعني يا مصطفى اي بدر شو يعني الفرق بين ابلكيشن دريفن انتجريشن وداتا دريفن انتجريشن ابلكيشن دريفن انتجريشن المقصود انه هون يعني هل اللي منكم بيعرف الميدل ويرز اللي زي الويب سيرفيسز والريموت بروسيجر كولز في شيء اسمه ببلش اند سبسكرايب هذا هي اشياء انه مش بنجيب داتا ونخلطها انه ابلكيشنز بتحكي مع بعض ابلكيشنز بتحكي مع بعض بنجيبش الداتا والسكيمز ومنشوفش داتا ولا سكيمز بنشوف ايش انترفيسز بين او اي بي اي يعني APIs بدها تحكي هي مع بعض زي الويب سيرفيس هاي مش داتا انتجريشن نو هاي تصل بالداتا انتجريشن في بعض الناس هل السيرفيس اورينتد اركتكتشر الويب سيرفيسز هي داتا انتجريشن سوليوشن بالداتا انتجريشن سوليوشن هي ما حلتش كل شيء الفكره زي ما نشوف ما حلتش الفكره الويب سيرفيسز ما حلت كل شيء بس سهلت عمليه الانتجريشن بطريقه معينه هاي نسميها الابلكيشن دريفن انتجريشن الداتا دريفن انتجريشن ان شيء في يعني اعمل كونسوليديشن للداتا ان اجيب الداتا يا اخلط السكيمز مع بعض يا احولهم لار دي اف وبعدين احطهم مع بعض و و و الى اخره هلا بنشوف تخيلوا هذا نحكي على الابلكيشن دريفن انتجريشن هلا الويب سيرفيس شو الويب سيرفيس اللي بصير فيها شو الويب سيرفيس يا سلام نحن لما نبني ابلكيشن ممكن نستدعي ويب سيرفيس جبنا داتا من اي مكان ثاني يعني احنا عندنا مظبوط يعني تخيلي عندنا احنا هذول كل واحد من هذول عباره عن مؤسسه لها سيرفر تطلعوش على هذول هلا سيرفرز هذول هذا السيرفر بيودي مين مسج لهي السيرفر شو يعني بيودي مسج انا ما هو على فكره زي الاتش تي تي بي بروتوكول شو هو الاتش تي تي بي بروتوكول هذا انت بتحط هذا اللينك باخذ البراوزر بحطه في كل باكيت بوديه لسيرفر هذا شو برد
برد في ريسبونس للبراوزر بفهم. هلا هون واو مش اتش تي تي بي هذا البروتوكول، على فكره البروتوكول اسمه صوب او ريست. هلا داتا مسج عباره عن اكس ام ال فايل بيوديها هاي المسج، هذا برد في مسج ثاني. طيب عشان ابسط لكم كمان الاشياء في الويب سيرفيسز، مش انتم بتعملوا بروسيجرز وفي اللايبرز اللي بتسوها في البرمجه مش اشي بيستدعي اشي؟ تخيل كل بروسيجر عندك موجود على سيرفر، هلا انت داخل برنامجك في الوقت الحاضر لما تبرمج على لابتوبك ولا على جهازك، ما هو اشي لوكال صح؟ طب لو اشي موجود على سيرفر ثاني شو اللي بيلزم؟ انه نعطي الادرس وين موجود صح ولا لا؟ بالباب. وكأنه في عنا في مكان بروسيجر وانت بتنفذ هذا البروسيجر، بتودي له الانبوت تبع البروسيجر في كلب انفلوب بنسميه المسج، وبرد عليك هذا البروسيجر في مسج. زي مثلا بدنا نعمل نجدد رخصة السواقة، مثال هذا اللي مستعمله دائما رانا اذا ما ذكرتي. شو بيساوي؟ بيروح سيرفر مثلا وزارة المواصلات، بيودي لسيرفر وزارة الداخلية، بيعطيه رقم هوية، بيقول له والله تعطيني اسمه وصورته وتاريخ ميلاده والادرس تبعه. من وين؟ من وزارة الداخلية. مزبوط؟ هذاك شو برد؟ طبعا ودي له اياهن كلب مسج. المسج على فكره بتنكتب اكس ام ال، الفورمات تبعها بنسميه وزدل. مرد هذا السيرفر عليه حاط في كلبه المعلومات اللي المطلوبه. شو اللي صار هون؟ عباره عن بروسيجر لوك اب تيبل اخذ الانبوت وودى الاوتبوت. هلا كيف صار الانتجريشن هون يا سلام؟ شو كيف صارت؟ وين فكره الانتجريشن هون؟ يعني صار داتا انتجريشن؟ صار بس مستوى الابلكيشن، يعني انا شفت الداتا اللي عندي طلبت معلومه وطنيه بس انتجريشن صح. هلا فيها مشاكل، فيها مشاكل بتكون في حدا بيحكي انه ويل ما هو كلب المسج. الكيس هاي انتجريشن ولا اكستشينج؟ كمان مره الكيس داتا انتجريشن ولا داتا اكستشينج؟ في المثال اللي انا ضربته، هل هو داتا اكستشينج ولا داتا انتجريشن؟ هو داتا انتجريشن بطريقة الاكستشينج. يعني جزء في الاخر صار انتجريتد سيرفيس، فيش داعي اخذ كل المعلومات الموجوده بوزارة الداخليه، اخذت اللي بيلزمني وبس. هلا وين بصير؟ ما خليناهاش على فكره، لسه في مشكله داتا انتجريشن. وين موجوده؟ موجوده انك تدخل جوا المسج كله. شو يعني اف نيم؟ شو بتقصد فيها؟ فيرست نيم ولا فاميلي نيم ولا فادر نيم؟ شو يعني سالري؟ يعني لانه هو برد عليك حسب بجوز سكيما تبعته. وهون يعني في الاخر لازم نعمل سكيما معينه، بس وين؟ على ليفل المسجز، مش على ليفل الداتابيسز الموجوده هون. بس هي السكيما اللي بتخليهم يكونوا مع بعض. بس المقصود هون انه يعني ما في داعي اروح اخذ السكيما الحقيقيه الموجوده على سيرفر وزاره الداخليه واعملها انتجريشن مع السكيما تبع وزاره المواصلات. لا السكيما صح تحقق الانتجريشن بدون ما هلا وضحت الصوره هون يا وليد؟ ابدا. كيف الانتجريشن صار؟ عن طريق الاكستشينج حققت الانتجريشن. وبس خلص حلت المشكله يعني؟ لا
يعني واحد عنده مشكله نقول له روح استعمل ويب سيرفيسز خلاص فيش مشاكل انت انتجريشن ما غيرناش يعني بس بمعنى اخر حصرنا المجال اللي بدنا نشتغل عليه في الانتجريشن الويب سيرفيسز هو بس اللي بدنا نعمل فيه تيونينج الكومباتيبلتي بين مسميات والمعاني الاشياء والداتا ستراكشر ما في داعي ادخل على السكيمز تاعت الوزارات كلها. طيب ناخذ هلا شيء نوع ثاني يا بدر من الانتجريشن برضو هذا ابلكيشن دريفن. نفترض بدل ما نستعمل ويب سيرفيسز في شيء ثاني بسيط ايش هو بنسميه ببلش سبسكرايب اركيتكتشر هذاك سيرفيس اورينتد اركيتكتشر هذا شو اسمه ببلش سبسكرايب شو يعني يعني بسيط انا عندي هاتوا نبدا انا عندي عندي سورس انا بدي اعدل الادرس تبعي بدي اعدل عنواني انا غيرت عنواني وبدي اروح اعدله اروح عند كل الوزارات اعدله طيب ولا شو اسوي خلي الوزارات تودي لبعض بدي اعمل برودكاست بما باختصار لما اعدله هلا لا بعدله وبعلن اني عدلته بمكان والوزارات الثانيه كثير اصلا لازم تبقى عامله سبسكريبشن واي واحد بيعدل الادرس تبعه مش روحوا قولوا لي عنه عشان اتصل عليه لا ما هو اصلا التعديل وين موجود هاي ترانزاكشن التعديل حطيناها وين حطيناها هون عايشي مشترك عايشي مشترك فشو صار ها اذا هذا السورس وهذا السورس وهذا السورس عاملين سبسكريبشن او لما نعدل على هون هيك بتقول يعني تيجي الوزارات بدر ثانيه بتقول لما يا وزاره الداخليه تعدوا على ادرس سيرفر معين خذونا بعين الاعتبار مش ودونا ويب سيرفيس لا هيك مثلا كل تعديل بتسووه خزنوه على سيرفر معين واحنا نعمل اكسس دائما نشوف اذا في حدا عدل الادرس تبعه احنا بناخذه بنعدله هون فيش اكسشينج بالمعنى تاع الويب سيرفيسز فشو صار مثلا عندي انا ابديت الادرس معين انا الخطوه الثانيه بعمل له ببلش على الميدل وير بعدله بالابلكيشن اللي انا بدي اياه هلا الابلكيشن ها برجع بعدله بايش برجع برجع لمين برجع على الميدل وير يعني خلينا نقول سيرفر مشترك هلا السيرفرز الثانيه بعدها اوتوماتيكلي هي تبقى عامله يعني انا اللي عمل وين التعديل صار هون صح هاي اللي هون هذول اللي عملوا ببلش للفكره هذول شو ساووا هم عملوا سبسكريبشن على تعديل على هذا التعديل يعني زي حالي لما قايل من شخص يوم كارد كيف شخص يوم كارد سجل من اخذ كارد من بنك اكس اخذ كارد من بنك سجل لما يجي يوم كارد يعني بتقول رانيا زي حدا بده ياخذ كارد من بنك اكس هلا لازم طبعا تسجل في سلطه البنك ولازم البنوك الثانيه تعرف عنه مش بنروح نقول للبنك اللي اعطى الكارد روح بلغ البنوك الثانيه لا هلا البنك هذا بس بيعلن بمكان معين انه فلان اخذ كارد هلا البنوك اللي بلزمها تعرف وكانها بتعمل سبسكريبشن على هاي على الناس اللي اخذوا كارد فلما اول ما يصير دائما شو بيساووا هم بياخذوا اخر ناس يعني زي مثلا مش تعديل ادرس برضه على وزاره الداخليه نفترض وزاره الداخليه عندها سجل السكان كل ما نضيف مولود جديد نعلن عنه بسيرفر معين اقولكم ممكن بس نعلن عنه بس لمده شهر بس هلا الوزارات المعنيه شو بتساوي دائما بتعمل سبسكريبشن اي تعديل بيصير هنا تاخذه بتعكسه على داتا اللي عندها يا بتضيف يا بتعدل يا اخي وضح هذا المثال يا تمارا بدر وضح طيب ناخذ
موديل ثالث ها طال في عندنا سورس واحد سورس اثنين سورس ثلاث طبعا كل هاي السورس دائما سألحك سؤال وين انت بستعمل هاي هاي يعني فيش واحد احسن من واحد كل شيء حسب الكيس حسب الابلكيشن طلعوا انا عندي ثلاثة سورسز او 20 سورس انا قد انه بدي اعمل لهم داتا بيس واحدة وهذول ارميهم شو بساوي باخذ هذول عندي وبدمجهم مع بعض عشان اطلع في داتا بيس واحدة وبلغي بمحى هذول داتا بيس ماشي فهاي صارت عندي انا بعطيني ابلكيشن على هاي هاي باختصار يعني عندنا ناخذ كل الداتا بيسز ندمجهم يصير عندنا داتا بيس جديده نحل كل مشاكلها هذولك بنرميهم بنعتبر جديد انا بعطيني ابلكيشن على هاي الحكومه الالكترونيه بدنا نعمل داتا بيس ليش نرمي احنا يعني لا الحكومه الالكترونيه بدناش نعمل داتا بيس لا مش احنا في ايش عندنا سيرفر اساسي وبعدين لا ولا مرة والله الحكومه الالكترونيه وسيرفيسز بالمناسبة بس في عندنا سيرفر اساسي طيب هات خلينا نسال سؤال اول شيء اعطيني مثال على هذا ولا اعطيكم انا لا زين اشترى الجوال زين اشترى الجوال نروح نعمل بينهم ويب سيرفيسز نروح نعمل ببلش سبسكرايب ليش بيزمش ما خلص ما دام اشترى الجوال معناته صارت يعني الداتا بيس تبعت هلا ويل بهاي الحاله بهاي الحاله طبعا هم بجيبوا كل شيء هون بحطوه بكلب هاي بالثاني صح لان هي صارتها بس هي نفس الشيء يعني نفس الفكره انا بعطيني مثال ثاني في الاي جوفرمنت وين هذا الموضوع منيح طيب انا بعطيكم مثال مش في عنا غزه والضفه بالكتلين لما يتصالحوا وزاره الداخليه هون وهون صح ولا لا طيب لما يتصالحوا شو بده يصير بنقدر نستعمل واحدة هون واحدة هون نعمل بينهم ويب سيرفيسز لا شو نساوي لا لا مش مهم هاي ديستريبيوتد مش ديستريبيوتد بس هاي وان سكيما اذا شو بدنا نساوي تجمعهم بوحدة وارمي هذولك انت مليح شايفه طيب نشوف اذا في اشياء اخرى نيجي على داتا وير هاوس انو بيع شو داتا وير هاوس يا شباب خزان كبير اها بس الداتا كيف هاي الداتا تختلف احكوا اكثر من احسن مثال عليها احسن مثال عليها حكى لي ام يعني لحصة امجد حرب انه مثلا احنا في عنا عملنا داتابيس بحكوا عندهم داتابيس فيها عن اسعار كل السلع اللي في السوق ليه اسعار كل السلع اللي في السوق كيف بيجي كيف بيجيبوا الاسعار هاي انو بيعرف كيف بيجمعوها بروحوا بوزعوا بجوز برام الله 10 وبجنين 10 وبنابلس 10 ناس ولا 20 ولا عدد ناس بروحوا بلفوا على السوق بسجلوا بيسالوا على الاسعار وبسجلوها وبروحوا وين بسووها بخزنوها على الداتا بيس طيب لما بخزنوا على الداتا بيس كيف بدهم يخزنوا بيعملوا لابتوبات تبعتهم بخزنوا في الداتا بيس مباشره ولا بكتبوا على الورق وبعدين بروحوا يدخلوها يعني حاليا شو صارت يا محمد صارت مباشر كيف يعني يدخلوها على هاند ديفايسز ويرسلوها للسيرفر بالضبط
اللي هي سينكرونايزيشن انا مسميها. انه هو باخذ معاه ديفايس مثلا او لابتوب، هاي منيحه لمندوبين المبيعات، باخذ معاه ديفايس بسجل عليها، بيلزموش اصلا كل الداتا اللي موجوده في الاحصاء او في المكان في المقر الرئيسي، هو بس باخذ هالداتا اللي بتلزمه وبروح بضيف بعدل بكين بحط، وبصير في عمل وكأنه لوج لكل ترانزاكشن اللي هذا الموظف اللي ماشي بالشارع سواها. لما بيروح على المقر تاع المؤسسة شو بيساوي؟ شو بيساوي؟ سينكرونايزيشن. شو سينكرونايزيشن سوا؟ بيرسل داتا وبيستقبل اذا في تحديثات جديدة او شو بده، بيروح بكيم الداتا من هون بخزنها هنا زي ديفايس. هلا هاي الدات نوع من الداتا بيسز اللي بيتعوق بيصير عمليه السينكرونايزيشن فيه بالطريقه هاي، هو اللي بنسميه هو هذا هو الداتا وير هاوس. انه الداتا مع بعض بنعملها مش نوع من الانتجريشن، هو نوع من السينكرونايزيشن اذا بدك. هلا بس هنا يعني انا احاول ببسط المساله، على فكره المساله اعقد من هيك شوي. المانجمنت تبعتها بمعنى السكيما تبعتها، انه هذول انا بقدرش وكأني بدي اعمل سكيمز لهذول الديفايسز، وبدي اعمل سكيما للداتابيس الرئيسي، وبدي اعمل مابينج بينهم، وهي بس عشان اسعار السلع. بعدين الاحصاء بلك حاله كمان بده يروح يعد السكان، كمان بده يعمل انتجريشن هناك. ملاحظين ستيجنج داتابيسز؟ يمكن انه بيجوا الناس مثلا بيسجلوا بيشاركوا ما بيكون انترنت هناك، بيستخدموا الديفايسز بدخلوا كل الداتا اثنين يوم بالاخر بيرسلوا. هلا السكيما اللي انا بدي اقوله الداتا بيس اللي على الجهاز الصغير هي غير عن الداتا بيس اللي على الجهاز الكبير. عمليه السنكرونايزيشن بسبقها عمليه انتجريشن. هلا انا طلعت اذا بس شغلي واحده موضوع صغير، اذا بس الداتا بيس اللي بنحكي عنها انه في عنا اسعار السلع وبس بدنا نخزنها شغله صغيره، بس بنبعد شوي من الكان، ومش بس اسعار السلع بدنا، بدنا شغلات ثانيه. معناته بدنا نعمل ابلكيشنز صغيره على الديفايسز بسكيمز جديده ورد نعملها سينكرونايزيشن هناك على نفس الداتا بيس. يعني الداتا بيس المركزيه نفسها داتا بيس واحده، فهون صار في عنا شويه يعني سكيما خلينا نسميها لا صغيره بدنا نعملها سينكرونايزيشن غير، وكمان سكيمة ثانية صغيرة نعملها سينكرونايزيشن هناك، وثالثة ورابعة وخامسة وإلى آخره. هلا هاي العملية اللي نسميها هي وكأنه أنت بتجيب هذول الداتا بيسز عندك وهذول كلهم مع بعض، هو هذا هو الأركيتكتر. لأنه في بيريوديكلي أبديت، هي عملية السينكرونايزيشن. هلا هاي نوع من كمان الأركيتكتر تاعت الانتجريشن، وهي مليحة. ليش بد يعني شو الحل؟ والحل بسيطة، بدل ما نسوي هيك نعمل ويب سيرفيسز بين الديفايس هاي ولا هذي. هي ويب سيرفيس بس قد إنه ما تزبطش. ليش؟ لأنه فيش دائما عندي إنترنت. طيب بابلش وسبسكرايب ممكن، بس هذا أحسن، هذا الموديل أحسن. عملت ويب سيرفيس، ويب سيرفيس هذا ويب سيرفيس بس عشان الداتا من فكانت يعني فيها انترنت يعني على طول الوقت، فعملنا زي هذاك شيء ثاني. اذا بتكيش هذا بس بطل داتا وير هاوس، بس بطل داتا وير هاوس بالضبط. الببلش سبسكرايب بعتقد انه بس يكون السيرفر بتحكي داتا. شوف الببلش والسبسكرايب لما يكون حجم السبسكرايبرز ضخم جدا، بس الداتا صغيره، بس الداتا صغيره، بس برضه حجم السبسكرايبرز يكون ضخم. ضخم بس الداتا نفسها صغيره. هذا بيكون مناسب اكثر اللي كان حجم الداتا كبير في الداتا وير هاوس، وحتى في الداتا وير هاوس مليح عشان اذا بيكون في حجم الداتا هذول صغار وفي شيء سنترال كبير دائما هون بالماركتينج بالاخر. طيب هذا مشاكل طبعا كل شيء له مشاكل. طيب فيرتوال داتا انتجريشن، شو رايكم بهذا الاركتكتشر الاحسن من كلهم ولا مش احسن؟ هاي بس راس مش بدك تفرج على كل الاشياء اللي راحت عليك. هلا الفيرتوال داتا انتجريشن شو بالضبط بساوي؟
ليش اعمل هيك؟ انا عندي وزارة عرفات. عرفات ابراهيم خليكم معنا شوي. نستنى فيك احنا يعني. هلا شو بساوي؟ بدا بخلي كل داتا بيس مطرحها وبعمل انا بشوف سكيما تبعت هاي بعدين باجي شو بتوقعين يا سلام شو بساوي؟ هذول عنا 100 داتا بيس 100 بشوف يعني السكيما تبعت كل وحده باخذ هذول السكيمز بخلطهم مع بعض وبعمل وحده جلوبال شو يعني جلوبال؟ شمالهم كلهم بس هاي داتا بيس في برميل هون ولا بس سكيما؟ سكيما بسيطه هلا هاي بربط هذول الداتا بيسز مع مين؟ مع هاي السكيما وبحول وبستعمل شو اسمها؟ ميدياتر شو يعني ميدياتر بالعربي؟ وسيط شو بيصير بالضبط؟ انا لما بدي اعمل كويري بكله تخيلوا في هذول كمان مره بدي اعطي مثال عليها في عندي داتا بيسز في كل الوزارات موجوده اللي هو الاتش ار تاع الوزارات شو يعني الاتش ار تاع الوزارات؟ شو الاداري تاع الوزارات بدل ما اعمل انا بتقرر بديش اعمل سنترلايز بديش استعمل كل المودلز الثانيه نفرض جدلا اني بدي استعمل الثالث بشوف كل واحد يبني الداتا بيس تبعته مستقله عن الثاني ما لناش دخل فيه بس شو باجي بساوي باجي بحط بشوف السكيما تاع كل واحد بجمعهم بحط بعض من هذولا بستنتج جلوبال سكيما على فكره مش لكل شيء في الداتا بيس انا بحكي بس عن جزئيه الاتش ار مثلا وشو بجيب بعدين بساوي بربط هاي الجلوبال سكيما مع هذول الداتا بيسز شو يعني ربطت يعني هون هاي اسمها امبلوي هون اسمها بيرسون هون اسمها فيش لا بيرسون ولا امبلوي في مان وفي وومن هون اسمها واتيفر هلا هان بعطي اسم مثلا شو بدكم امبلوي فبقول الامبلوي هون هو امبلوي هون امبلوي هون هو بيرسون هون الامبلوي هون هو اليونيون لا مان وومن فهمتوا علي يعني ربطت هاي السكيما مع الداتا بيس هاي يعني احنا لما صرنا نعمل ريكويست خلينا نشوف كيف نعمل ريكويست الريكويست بجيب هذا الميدياتر هو اللي شو بيساوي طلع انا بدي اقول له سيلكت اول امبلويز فروم كل الداتا بيسز شو بصير شو ها انا اللي باخذ الكويري ها هذا هو بصير الكويري انجن تبعي شو بيساوي بيعمل بسميها كويري ترانزليشن باخذ هاي الكويري اللي كتبت تعطيني كل الامبلويز باخذها بيجي هون طلع على السكيما طاحت هذول خليناه هذول خليناه ليش طلع بكون في داتا بيس واحد بك اسمه امبلوي معناته بيعمل سيلكت امبلوي من سورس 1 في الثاني شو بك اسمه بيرسون بيعمل سيلكت بيرسون من سورس 1 ثالث بيعمل سيلكت وومن من هان بعدين يونيون سيلكت بعدين يوزع الكويريز ولما تيجي الريزالتس جمعهم بعطيني الجواب من هو هذا؟ ميدياتر ميدياتر هلا اذا هون انا ما غيرتش ولا شيء بس انا زحت المشكله لوين؟ على الاخطاء النتيجه عملت جلوبال سكيما لهم وصرت اعمل كويري والميدياتر هو اللي عمل ترانزليشن